إذا نحن الآن في منطقة عمليات نبع السلام في شرق الفرات، أقامت العشائر العربية ديوان الحرب لدعم العشائر العربية الموجودة في منطقة دير الزور في مواجهاتها ضد قوات سوريا الديمقراطية التي بدأت بضرب المكونات العربية وفقا للعشائر الموجودة في المنطقة. ينضم إلينا محمد الرشو شيخ قبيلة عدوان في منطقة رأس العين للحديث أكثر عن تفاصيل القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. ممكن تحدثنا عن إنشاء ديوان الحرب وما هي الخطوة القادمة للقبائل والعشائر؟ الحمد لله أقمنا ديوان الحرب بنبع السلام منطقة رأس العين وتل أبيض نصرة المكون العربي والعشائر العربية بدير الزور، ونطالب التحالف الدولي بقطع الإمداد عن جماعة قنديل وقصد، ونحن والأكراد متعايشين من آلاف السنين، ونطالب جميع أبنائنا الكرد والعرب أنه هالحزب البكك هذا دخيل علينا ونحن متعايشين من آلاف السنين، وشكرا لكم. إذن تنفي القبائل العربية الموجودة هنا بأن الحرب الدائرة في منطقة دير الزور هي حرب تطهير عرقي بين العرب والأكراد، مؤكدين على وحدة الصف بين العرب والأكراد في المنطقة وهم موجودون من آلاف السنين هناك، ومطالبين أبناء العرب والأكراد الموجودين ضمن فصائل قوات سوريا الديمقراطية بالانشقاق والانحياز إلى صالح المدنيين. لقناة حلب اليوم مهند بكور، مدينة رأس العين برفح حسكة.